ملخص ديال ليكسبرسيون دو لافورماسيون جينيتيك، يعني كيفاش تنتقلوا من الدي ان لان كاركتير هيريديتير، الصفه وراثيه من خلال زوج ديال الظواهر اللي هما لا ترانسكريبسيون اي لا تراديكسيون. غادي نحاولوا نتعرفوا كذلك على لا نوسيون دو لا ميتاسيون اي لي ديفيرون تيب دي ميتاسيون من خلال هاد لا فيديو. على القناة غادي تلقاو نفس هاد الفيديو اون فرونسي فاسيل. مرحبا بكم من جديد على قناة اس في تي سور طابلو نوار. قبل ما نبداو هاد لو ريزومي غادي نعطيكم واحد الفكرة على هاد لو شيما اللي استعملت، وكذلك نحاولوا نتعرفوا على بعض لي نوسيون المهمين في هاد الفقرة من الدرس. اذا كما شفنا سابقا بان لانفورماسيون جينيتيك سو لوكاليز دون لو نويو، لانفورماسيون جينيتيك كاينه في لو نويو، وهنا جي في ان شيما دو نويو دونك سو فورم دي موليكول دات دي ان، على شكل لي موليكول دات دي ان. دونك على الانتيريور دو نويو il y a un programme génétique، واحد البرنامج وراثي مسؤول على tous les caractères héréditaires. هاد لانفورماسيون جينيتيك قلنا سو فورم دادين، وهاد دادين يا اما تيكون في ليطا ديكوندونسي اي انه مفكك غير مكدس، و تيكون على شكل ماده اللي شفنا سابقا اللي هي لا كروماتين، ولا تيكون كوندونسي سو فورم دو كروموزوم. ولي كروموزوم كاينين عندنا بور شاك انديفيدو، بالنسبه لكل فرد اي سيبغي اي كروموزوم فهو تيكون ممثل بنموذجين، واحد النموذج تناخذوه من الاب تيتسمى لو كروموزوم دوريجين باترنيل متلتل بالزرق، والاخر تيكون دوريجين ماترنيل عمومي اللي متلت هنا بهذا اللون هذا. اذا هادو هما لي كروموزوم، تهما تنقولوا بانهم سوبور دو لانفورماسيون جينيتيك، لان لي كروموزوم سو كومبوز دان فيلامون د دي ان. اذا هاد لا موليكول د دي ان هي اللي تتحدد لنا الصفه الوراثيه. غادي تقولوا لي كاينين صفات غير وراثيه، طبيعه الحال كاينين صفات اخرى غير وراثيه. باغ اكزومبل واحد دار لا ميسكولاسيون تيكون صحيح، واش بالضروره الابن ديالو غادي يكون صحيح؟ لا، الا الى دار الابن ديالو لا ميسكولاسيون. دونك هذا سي ان كاركتير نون هيريديتير، دونك سي ان كاركتير اكي. مثلا ان جوور دو فوتبول الي اكسيلون، راه ماشي بالضروره الابن ديالو يخرج اكسيلون، هذا تيتسمى ان كاركتير اكي اي صفه مكتسبه. لي كاركتير هيريديتير هما لي كاركتير ترانسميسيبل او كور دي جينيراسيون، هما الصفات اللي تتنتقل عبر الاجيال. دونك ان كاركتير هيريديتير سي اون بارتيكولاريتي، و تتكون يا اما كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف، يعني تتكون يا اما كميه ولا كيفيه او نوعيه. كي كاركتيريز ان انديفيدو اي peut être transmissible au cours des générations. نعطيكم مثال ديال كميه، مثلا الكثافه ديال الشعر، وكذلك كاليتاتيف مثل لون العيون. كاينين صفات اللي تنلاحظوا بالعين تيتسموا مورفولوجيك، وكاينين اللي هما فيزيولوجيك باغ اكزومبل الفصائل الدمويه ما يمكنناش نتعرفوا عليهم، دونك سو سون دي كاركتير فيزيولوجي ما تنتعرفوا عليهم الا بتحاليل خاصه. دونك ماتنو كومون لا موليكول دات دي ان، لا موليكول دات دي ان ديتيرمين ان كاركتير هيريديتير، كيفاش تتحدد لنا وتتشكل لنا او تتعطينا صفه وراثيه. نمروا الان للمفاهيم اللي عندها علاقه بكيف ان لا موليكول دات دي ان تتحدد ان كاركتير هيريديتير. كومون لا موليكول دات دي ان ديتيرمين ان كاركتير هيريديتير، هاد لي نوسيون هما لا نوسيون دو جين، لا نوسيون دو لاليل، اي لا نوسيون دو ميتاسيون. كما شفتو في لو كور
واحد ليكزامبل ديال لا ترانسفورماسيون بكتيريان، تحول البكتيري بان بكتيريات اللي هما دي بكتيري سونسيبل لانتيبيوتيك، واحد مضاد حيوي، انها اصبحت مقاومه. في الاخير نعطيكم واحد المثال من الواقع باش انكم تزيدوا تفهموا اكثر. اذا دي بكتيري اللي هما سونسيبل في بعض الاحيان بشكل فجائي وتلقائي تظهر لنا صفه جديده، ان شونجمون دو كاركتير. هذا لو شونجمون دو كاركتير هو لا ميتاسيون، وبالتالي هذا لو شونجمون دو كاركتير شكون هو لوريجين ديالو؟ لو شونجمون دو كاركتير لوريجين ديالو هو لو شونجمون او نيفو دو لا دي ان. دونك لا ميتاسيون شكون هي؟ ان شونجمون brusque et aléatoire de la séquence de l'ADN ou bien un changement au niveau de l'information génétique. Le changement la séquence d'ADN est le changement d'un caractère héréditaire. Et la mutation, c'est un changement brusque et aléatoire de la séquence d'ADN. لو فراغمون د دي ان اللي هو مسؤول على هذا ان كاركتر هيريديتير تيتسمى لو جين. ان جين هو واحد الجزء ديال الدي ان مسؤول على صفه وراثيه. دونك ان شونجمون دو لا دي ان اونترين ان شونجمون دو كاركتر. دونك شاك بورسيون د دي ان راه مسؤول على واحد ان كاركتر هيريديتير. Donc, je connais un gène, un fragment d'ADN, ou bien une portion d'ADN, ou bien une séquence de nucléotides responsable, ou bien qui détermine un caractère héréditaire. Donc, là, la bactérie sensible ou l'être résistante. Donc, on a un changement au niveau du gène, au niveau de l'ADN, un changement au niveau du caractère. Donc, là, كاينين عندنا جوج ديال لي فيرسيون ديال هاد لو جين. يقدر ياخذ لنا لا فورم ديال ريزيستون او بيان لا فورم دو لا سونسيبيليتي. دونك هنا تنتحدثوا على دو فورم دو ميم جين، تنتحدثوا على لي زاليل. دونك لي زاليل هما لي ديفيرونت فورم او بيان لي ديفيرونت فيرسيون que peut prendre un gène. Un gène peut être dans cette forme ou dans cette forme. Cette échelle de le gène s'appelle des allèles. Dans la bactérie, elle prend une seule forme. Il y a une maladie sensible ou la résistante. Cette deux formes sont nettement allèles. Mais dans les organismes qui sont diploïdes comme l'insan, d'ailleurs, ils sont dans دوز عليه دو ميم جين، تيكونوا دائما عندنا جوج. بالنسبه لي كاركتر اوتوزومو يعني اللي ما مرتبطينش بالجنس، اذا هاد لي دو فورم دان جين، واحد تيكون عندنا دائما دوريجين باترنيل والاخر دوريجين ماترنيل. دونك لي كروموزوم هومولوغ السبريات اللي تتكون على شكل ازواج، اي ان كل سبري تيكون نادر ديالو عند شاك انديفيدي. دونك لي كروموزوم بورت توجور لي ميم جين مي با فورسيمون لي ميم زالي. دائما لي كروموزوم هومولوغ تياخذوا لنا تيكونوا فيهم لي ميم جين، ولكن ماشي بالضروره نفس لي زالي. وهنا تنستخرجوا كذلك مفهوم جديد، هو ان يقدروا يكونوا عندنا متشابهين تنسميو لانديفيدي اومو زيغو، وإلا كانوا مختلفين تنقولوا بأن لانديفيدي ايتيرو زيغو. نرجع الآن للمثال ديال لي باكتيري سونسيبل و ريزيستونت. المثال اللي بغيت نعطيكم هو لومبلوا اكسيسيف او بيان نو كونفونابل دي زونتيبيوتيك بو فافوريزي لاباريسيون دي باكتيري ريزيستونت. ان استعمال المفرط ولا الغير ملائم العشوائي لي زونتيبيوتيك كما تاخذوا بعض الاشخاص تمشي مباشره لفارماسي بدون استشاره طبيه، فبعض الاحيان هاد لي زونتيبيوتيك
ما مزياش ان نستعملوهم بهذه الطريقه، لانهم تيؤديو الى ظهور دي بكتيري ريزيستون. الا جبنا واحد لانتيبيوتيك اللي هو ماشي هو الملائم ولا كثرنا منه بشكل دائم، فهاد لي بكتيري ممكن انها تولي مقاومه، وعوض اننا نداويو هاد لا مالادي فاننا تن اغرافيو لا سيتياسيون بسبب ان لا بكتيري وقعت لها لا ميتاسيون ان شونجمون دو كاركتير هيريديتير كي ريزولت ان شونجمون او نيفو دو لا دي ان. دونك maintenant il y a une relation entre un gène et un caractère héréditaire. هناك شفنا على ان هناك علاقه ما بين ان جين ان فراغمون د دي ان افيك ان كاركتير هيريديتير. دابا بعد ما حددنا ان ان فراغمون د دي ان اللي هو لو جين ريسبونسابل وديتيرمين ان كاركتير، عندنا معطى جديد هو لا بروتين. هذا المعطى هذا فشفتو سابقا بان لا بروتين هي واحد لونشيمون دي زاسيد امينو، بروتين اونشيمون داسيد امينو تتسمى كذلك بوليبيبتيد. هذا البروتين اش من علاقه تتربطو ما بين ان كاركتير واش من علاقه تتربطو بلوجين؟ غادي تكونوا شفتوا مثال من العديد الامثله اللي كاينين في الكتب المدرسيه، اللي من بينها لانيمي فالسيفورم او دريبانو سيتوز. هاد لا مالادي هادي تتسمى دريبانو سيتوز لا فقر الدم المنجي. لانيمي فالسيفورم خداو هاد الاسم هذا نظرا لكون الكريات الحمراء عند الشخص المصاب تتكون عندها واحد لا فورم فالسيفورم منجليه، اما عند الشخص العادي لي غلوبول روج تيكونوا عادي. فلما تديروا مقارنه ما بين لا بروتين عند الشخص العادي ولا بروتين عند الشخص المصاب، تتلقاو بان هناك خلل على مستوى لا سكسيسيون دي زاسيد امين. فقط في بعض التمارين تلقاو ان ان شونجمون دان اسيد اميني كوندوي ان شونجمون او نيفو دو كاركتير هيريديتير. وبالتالي من خلال هذا المعطى تنستنتجو بان لا بروتين ريسبونسابل دان كاركتير، سي تيل كي ديتيرمين ان كاركتير. الان السؤال المطروح هو ما هي العلاقه ما بين لو جين ولا بروتين؟ كذلك عده امثله تكونوا شفتوهم، المقارنه ديال لا سكسيسيون دي نيكليوتيد ولا سكسيسيون دي زاسيد اميني تتخرجوا من خلالهم ان هناك changement au niveau de l'ADN, changement d'un nucléotide ou plusieurs nucléotides conduit à un changement au niveau de la succession tertib l'ahmad l'aminia à l'intérieur de la protéine. وبالتالي المعطى العام من هذا الشيء ما نستخلصو بان l'ADN détermine la protéine ou la protéine détermine le caractère. Donc lorsqu'on a un gène normal, la protéine produite il est normal et le caractère il est sain normal. Lorsqu'il y a un gène muté, donc on a droit à la mutation, le gène, cela conduit à un changement au niveau de la protéine et le changement au niveau de la protéine conduit à un changement au niveau du caractère هيريديتير. كاين كذلك اشكال جديد اللي هو بان لا دي ان هي واحد الجزيئه ضخمه وما تتغادرش النواه، اي انها تتبقى حبيسه ديال النواه. كيفاش هاد لانفورماسيون جينيتيك اللي كاينه في الدي ان تتكونترولي لا سكسيسيون دي زاسيد اميني؟ كاين كذلك تجارب اللي بينات بان هناك واحد الميساج qui sont transmis du noyau à partir du gène vers le cytoplasme. Ou le cytoplasme, le message est dans la succession des acides aminés. من خلال التجارب ديال العناصر المشعه لاحظوا بان هناك لما تيديروا فوسفور مشع هذا الفوسفور تيتركب على مستوى النوايو ومن بعد ذلك تيغادر السيتوبلازم. دونك هذه الماده اللي تتركب
على مستوى النويو وتتغادر السيتوبلازم وتدير هذه العمليات انها تدير لا ليزون ما بين لي زاسيد امينين. كشفت لي زاناليز بيوكيميك التحاليل البيوكيميائيه انها عباره عن واحد لاسيد نوكليك اللي هو لا ار ان وتسمى لا ار ان ميساجي لانه تنقل المعلومه من لا دي ان للسيتوبلازم باش تشكلنا لا بروتين. دونك سي تي موليكول انترميديير انتر لو جين اي لا بروتين. وهاد لا موليكول قلت لكم هي لا ار ان حتى هي عباره عن سكسيسيون دو نيكليوتيد. لكن هناك اختلافات ما بين لا ار ان و لا دي ان اللي غادي نحاول نتطرق ليه هنايا. دونك لا دي ان كما شفنا انه هو دوبل برين دوبل هيليس سا فو دير كومبوزي دو دو شين انغولي لون اوتور دو لوتر وتتكون لا موليكول كبيره بزاف. في حين ان لا ار ان ميساجي فهو اون كوبي دان جين فقط واحد لا كوبي ديال لو جين بالتالي لا ماس موليكولير ديالها تتكون صغيره لا طاي ديالها صغيره لا ماس موليكولير صغيره في حين ان لا دي ان تتكون كبيره لا ماس موليكولير ديالها كبيره. بالنسبه لا دي ان فهو لاسيد ديزوكسي ريبو نوكليك اذا نوع السكر اللي في الدي ان سي تان ديزوكسي ريبوز سي 5 اش 10 او 4 تلاحظوا هنايا او 4 هنا او 5 هنا ريبوز هنا ديزوكسي ريبوز. المعطى المهم جدا هنايا هو ان الدي ان فيه 4 نيكليوتيد كي سون ا تي سي جي بالنسبه لل ار ان او ليو دو تي كاينه ليو راسيل. دونك لا ار ان فيها ا يو سي جي دونك او ليو دو لا تيمين il y a لو راسيل. اذا اول مرحله تتكون في لو نويو هي هذه المرحله ديال لا ترانسكريبسيون اون كوبي كي سو فورم دان فراغمون د ادي ان سي لا ترانسكريبسيون. La transcription c'est la première étape de l'expression d'un gène qui fait s'intégrer le gène un caractère. Donc اول مرحله من l'expression d'un gène se déroule dans le noyau au cours de laquelle un segment d'ADN se copie et ou bien est copié ou un brin d'ARN messager. من بعد غادي نعطي المثال اون ديتاي ديال هاد لا ترانسكريبسيون la transcription بعد ما نساليو المفاهيم. دونك هاد لا ار ان كي سو فورم دون لو نويو بار لو فينومين دو ترانسكريبسيون il quitte le noyau. Lorsqu'il quitte le noyau, la RN c'est une succession de nucléotides A U C G. تكون فقط la succession de 4 nucléotides A U C G. هاد A U CG هي اللي كتكونترولي لا سكسيسيون دي زاسيد اميني. اون فافوار ابخي كومون. دونك ايسي هنا عندنا لا ديفينيسيون دو دوزيام فينومين تراديكسيون دوزيام ايتاب دو ليكسبرسيون دان جين سو ديرول دون لو سيتوبلازم او كور دو لاكيل لانفورماسيون بورتي بار لا ار ان ميساجي اي ترانسفورمي اون بروتيين اون سيكونس داسيد اميني. شكون اللي تيساهم في هذه العمليه؟ فعناصر تتسمى لي ريبوزوم. ريبوزوم سي تان كومبلكس فورمي د ار ان اي بروتيين سو تروف دون لو سيتوبلازم اسيور لا تراديكسيون. هنا حاولت نعطي واحد المثال لهذه المرحله ديال لا تراديكسيون باستعمال هاد لو ريبوزوم افيك لا غروند سيزينيتي اي بوتيت سيزينيتي. اذا بعد ما تطرقنا لهذه المفاهيم غادي نمروا للتطبيق باش تفهموا اكثر. الان غادي نبداو هاد ليستوار ديال ليكسبرسيون جينيتيك تو كومونس ا بارتير دو نوي ديال العمليه تتبدا في النواه ا بارتير دان فراغمون دي ان كي سابيل لو جين. دونك سي جو كونسيدير هذا ان فراغمون دي ان ريسبونسابل دان كاركتير لو بروميير فينومين كي سو برودوي سي لو فينومين دو ترانسكريبسيون. Donc transcription au cours de laquelle un segment d'ADN est copié en ARN. Le problème qui se pose est que la molécule est enroulée, ça veut dire deux chaînes enroulées l'une autour de l'autre. L'enzyme responsable
de la transcription titma l'ARN polymérase. Had l'ARN polymérase ou واحد l'enzyme qui hèle les deux brins d'ADN ou qui sert la polymérisation et تشكل هذاك الار ان ان بوليمير دو نيكليوتيد لما تيحل في نفس الوقت تيدير لا بوليميريزاسيون. غير هنا كاينين معطيات خصنا نميتريزيوهم هي ان هاد لونزيم نو فونكسيون كو دون لو سونس 5 بريم 3 بريم تيمشي دائما هو في الاتجاه 5 بريم 3 بريم كما شفنا بالنسبه لا ريبليكاسيون في لي فيديو بريسيدونت لا ريبليكاسيون دو الادن. Ta l'enzyme responsable de la réplication ne fonctionne que dans le sens 5' 3'. Donc, madame had l'enzyme tirdem 5' 3', donc le brin transcrit, il est orienté 3', 5'. Par exemple, il y a qu'un adnahada ou le sens de la transcription. Donc, had le brin, c'est qu'on orienté 3', 5'. Donc, le brin transcrit dans ce cas est le brin matrice. L'étitatabre qu'aleb, t'itchkennou le brin d'ARN, ou elle, t'ikon orienté 3', 5'. Donc, il y a des comptes 3', il y a 5'. L'aghleb, il y a, l'imtihan, t'yatakoum, غير un fragment, li wa mkhtalf mabin chers salim ou l'onsa. Amma la chaîne polynucléotidique, فهي تتكون طويلة بزاف وبالتالي ما نقدروش نديرو لا ترانسكريبسيون ديال لو برين كامل تياخدو غير لو فراغمون اللي فيه المشكل. اذا انا خديت هاد لو فراغمون الا كان لو سونس دو ليكتور في هاد الاتجاه دونك هذا هو لو برين 3', 5', دونك لو برين ترانسكري الي اورينتي 5' 3'. غادي نحاول نصاوبو devant C qu'est-ce qu'il y a G devant G il y a C devant A il y a U au lieu de T dans l'ARN il y a l'uracine au lieu de thymine devant T il y a A devant T il y a A devant A il y a U devant G il y a C devant A il y a U devant T il y a A devant A il y a U, devant C il y a G, devant C il y a aussi G. Donc voilà le fragment d'ARN, il est orienté 5', 3'. Donc il y a l'étape de la transcription. Lorsque le fragment d'ARN est formé, il quitte le noyau vers le cytoplasme. Donc, il y a le fragment, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous G, C. Donc, ce fragment, il quitte le noyau vers le cytoplasme. Donc, après la formation de l'ARN messager, l'ARN messager, c'est lui qui guide, qui contrôle la succession des acides aminés. Qu'il y a un échec de l'Arams Humirati, il a un jet ou un djaïba, mais il y a trois nucléotides dans l'ARN code pour un acide aminé où les expériences sont multipliées jusqu'à l'obtention de le tableau de code génétique. Il y a dans la nature 20 acides aminés différents. Et il y a les trois nucléotides qui codent pour un acide aminé, le codon. Séquence de trois nucléotides, ça veut dire triplé sur l'ARN qui code à un acide aminé ou codon stop. Il y a trois nucléotides على مستوى l'ARN messager هي اللي تدير او تتحدد لو تيب داسيد اميني علما بان كاينين دي كودون كينو كود ا اوكان اسيد اميني اللي هما يو ا ا يو ا جي يو جي او تيتسماو كودون ستوب. اذا نخليكم الان مع الشرح ديال هاد لو طابلو ونرجعو باش نكملو العمليه الثانيه. Voilà ici le tableau de code génétique.
C'est un système de correspondance entre les codons, les triplés, les trois nucléotides successifs et les acides aminés. هو واحد الجدول ديال التوافق بين لي تريبلي هاد لي تخوا نيكليوتيد اللي هما متابعين افيك لي زاسيد اميني. الا لاحظنا هنا المجموع فالمجموع هو 64 امكانيه. كيفاش نحصل على هاد 64؟ اربعه ديال لي نيكليوتيد ا او سي جي كي فورم تخوا نيكليوتيد سكسيسيف، دونك عندي اربعه وثلاثه، بالتالي تلقى 64 إمكانية. من بين هاد الإمكانيات عندنا ثلاثة الإمكانيات كينو كود أ أوكان أسيد أميني، هما لي كودون نونسونس تيتسمو لي كودون ستوب. لماذا؟ لأنهم هما لي سبب فلاغي ديال لو فينومين دو تراديكسيون، هما لي تيحبسو لنا لا فورماسيون دو لا بروتيين. وبالتالي تتبقى لنا 61 إمكانية كي كود بور لي زاسيد أميني. إلا لاحظنا كاينين بعض الإمكانيات اللي تيرمزو لنفس لاسيد أميني، باغ إكزومبل هنا إلا لاحظنا جميع هاد لي تريبلي فهما تيكوديو بالنسبة للوسين، سيت أن أسيد أميني. وفي لا ناتور كاين عندنا فقط 20 أسيد أميني إلا حسبنا لي زاسيد أميني لي في لو طابلو. دابا نمشيو للمثال كيفاش اننا نديرو هاد لا كوريسبوندونس. اذا عندي في لو طابلو بروميير ليتر، دوزيام ليتر، ثم ثروازيام ليتر. دونك فاش يكون عندي واحد لا ار ان ميساجي اللي عندي فيه باغ اكزومبل لو كودون جي اش جي هو لو برومي كودون، هنا هذا تنرمز ليه لا بروميير ليتر، دوزيام ليتر، ثروازيام ليتر. دونك بروميير ليتر سي جي، جو مو ديريج فيغ لا بروميير ليتر اللي هي هادي. دونك سو ني با او، سو ني با سي، سو ني با ا، سي جي. دونك راني في هاد لا كولون هادي، جو شيرش جي. دونك جميع هاد لي تريبلي فهما تيبداو بجي، تنمشي لهاد لا ليني. دابا دوزيام ليتر سي ا، جو مو ديريج فيغ دوزيام ليتر، سي با او، سي با سي، سي ا. دونك فهاد لا كولوني هادي لانترسيكسيون ما بين هاد لا ليني وهاد لا كولون تلقى هاد لي تريبلي لي تيبداو كاملهم بجي ا. جو شيرش ماتنون ثروازيام ليتر اونتر هاد لي نيكليوتيد، لي كاتر نيكليوتيد سي جي. دونك جو سوي لا جي ا جي، سي لاسيد غلوتاميك، جو ايكري جي ال يو، c'est l'abréviation de l'acide glutamique. Je passe maintenant au deuxième codon, c'est CGA. Je me dirige vers la première lettre, c'est dans cette colonne. Donc voilà C, voilà tous les codons qui commencent par C dans cette ligne. Je cherche dans la deuxième lettre, c'est G. Donc je suis là. Donc dans cette colonne, l'intersection entre cette ligne et cette colonne. Donc je suis là. Je cherche troisième lettre, c'est A. Donc c'est l'arginine. C'est GA, c'est l'arginine. C'est l'abréviation de l'acide aminé, l'arginine, ARG. C'est-à-dire la liaison peptidique, c'est obligatoire entre le premier acide aminé et le deuxième acide aminé. Troisième codon, c'est A. UC, première lettre, c'est A. Je cherche ici, voilà A. Deuxième lettre, c'est U. Voilà U dans cette colonne, l'intersection. Donc, troisième lettre, c'est C. Voilà ici, C. C'est isoleucine. T'inquiète, I, L, E. Autant dire, had la liaison peptidique. Au braca, t'inquiète, تعرفنا على كيفية استعمال الطابلو دو كود جينيتيك. دونك نشير لواحد الإشارة هنا، عندنا بلو جون لو كودون كي كود بوغ لا ميتونين هو لاسيد أميني إنيسياتور باش تبدا لا تراديكسيون. إذا بعد ما تعرفنا على كيفية استعمال هاد لو طابلو دو كود جينيتيك، نعطيكم غير واحد الفكرة بسيطة على ليطاب دو لا تراديكسيون. كيفاش انني
نفرق لي زيتاب دونك لينيسياسيون تيكونوا لما تيكونوا هاد لي فراغمون ديتاشي تيكونوا محلولين وتيكون عندنا لو برومي اسيد اميني لا ميثيونين بورتي بار لا ار ان ميساجي تيجي هاد لا ار ان ميساجي تيلقى قدامو لو كودون ا يو جي هاد لو كودون ا يو جي كود بور لا ميثيونين تجي هاد لا ار ان تي تتفيكس هنا تيجي لاسيد اميني اللوناني دونك في هاد لي طاب هادي ما تنتعداش انني غادي نلقى جوج ديال لي زاسيد اميني في هاد المرحله فاش يوقع لنا لو ديبلاسمون ديال لو ريبوزوم وتلقى دي زاسيد اميني على الانتيريور دو ريبوزوم و دي زاسيد اميني على الاكستيريور دو ريبوزوم انا في ليلونغاسيون فاش تلقى هاد لونسومبل اي ديتاشي اي ان كل اليمون بوحدو وصلت لواحد لو كودون ستوب كيما شفنا يو ا ا يو ا جي يو جي ا ف تيوقع لو ديتاشمون ليبراسيون دو لا بروتيين وهاد جميع العناصر تتوقع لهم لا ليبراسيون دابا غادي نمشي لو طابلو دو كود جينيتيك باش نابليكيو هاد الحالات اللي عندنا اذا لو برومي اسيد اميني اللي غادي نشكلو هنايا فهو تيتشكل من لو كودون جي سي يو جي سي يو بروميير ليتر جي deuxième lettre C et troisième lettre U, il s'agit de l'alanine. Donc, l'alanine ALA. Deuxième acide aminé AAU, on va chercher première lettre A, deuxième lettre A, U, on a dit U, et then ASN, les walasparagines. ASN, هادشي اللي غادي نكتب انا في الامتحان بالنسبه للتروازيام اسيد اميني لو كودون ديالو هو CUA CUA يعني اللوسين دونك تروازيام اسيد اميني اللوسين الكاتريام اسيد اميني غادي نمشيو UGGU دوزيام لتر جي تروازيام لتر جي سي تريبتوفان دونك هنايا TRP دونك بهذه الكيفيه غادي نستمر حتى نسالي هذيك لاشين اللي تتكون معطياني في الامتحان كو ساسوا عند لا بيرسون نورمال ولا لا بيرسون اتانت دون مالادي دونك تيحاولوا يطلبوا مني لوريجين دو لا مالادي لوريجين دو لا مالادي تتكون اذا تنلاحظ بان لي دو بروتيين نو سون با سومبلابل تيختلفوا يا اما في ان اسيد اميني ولا بليزيور اسيد اميني او بيان تيظهر ليا واحد لو كودون ستوب عند الشخص المصاب وبالتالي تيكون عندي اون بروتيين انكومبلي دونك تنقول لوريجين دو لا مالادي اي ساجي دو ميتاسيون لان الاصل ديال الوراثي ديال المرض غادي يكون او نيفو دو لا دي ان لان لا دي ان هي اللي تتحكم في جميع الصفات الوراثيه من هنا تتبدا ليستوار دونك لو شونجمون une mutation on va dire deux types de mutations les mutations les uns comme huma substitution هنا درت واحد لو شيما ديال ان فراغمون د دي ان اللي هو هذا تي تي ا جي كما تلاحظوا اذا تمكن يوقع ليا une substitution لاحظوا هنا ا تي لو كوبل ا تي تبدلنا ب سي جي تنسمى هاد الميتاسيون ب سيبستيسيون يعني استبدال بارفوا تتكون عندي ديليسيون ديليسيون هو ضياع اذا لاحظوا التي هنا اختفت ولا تتوقع ليا انسيرسيون او اديسيون هي الاضافه تزاد لنا واحد لو كوبل دو نيكليوتيد او بيان جودي ان نيكليوتيد وتنذكر في لو بغان لي عطاوني وتنحدد واش لو بغان ترونسكري ولا نون ترونسكري نشير لهذا المعطى هذا لان في بعض الاحيان في الامتحان عوض ما يعطيني لو بغان ترونسكري تيعطيني هذا لو بغان هذا دونك الوغ تندير ليه لو بغان كومبليمونتير الى عطاني هذا غادي نردو هذا عاد مرة من هنا لهنا عاد من بعد ندير لا سكسيسيون دي زاسيد اميني ولا كاينين لي تروك زاستوس اللي غادي نحاولوا نتعرفوا عليهم اوليو مثلا عطاني هاد لو بغان نون ترونسكري تنحيد تي وندير في بلاصتها او لانني بحال تندير العمليه جوج مرات هادشي اللي غادي نحاولوا نتعرفوا عليه من خلال التمارين لان بالتمارين غادي تفهموا هاد المعطيات وكيفيه صياغه الجواب ديال لوريجين دو لا مالادي
لان لوريجين دو لا مالادي غادي نحاول ندخل فيه المعطيات ديال لا مالادي لوريجين دو لا مالادي il s'agit d'une mutation par كذا وكذا ce qui a conduit à la formation d'une protéine non fonctionnelle ou bien je dis anormale ou là incomplète lorsqu'il s'agit d'un codon stop les bloquant la formation ou la continuité de l'acide la succession des acides aminés de la personne atteinte de la maladie autant de cas المعطيات اللي تيكونوا عاطيني على سبب لا مالادي سو كيا بروفوكي كذا وكذا سو كيا دوني كذا وكذا حتى تنلقى نكمل الجواب ديال لوريجين دو لا مالادي الاشاره ما خصهاش ننسى ان لوريجين دو لا مالادي يساجي دو ميتاسيون ونبدا نكمل دونك نخليكم مع البروفيرب دو لا سيونس وحتى الحصه المقبلة اللي غادي نحاول ناخذ فيها واحد ليكزيرسيس ديال لو برين ترانسكري ومن بعدو لو برين نون ترانسكري باش تعرفوا على الحالات بزوج بما اننا في هذه المدينة هذه فالبروفير ديال الحصة اليوم غادي نقولوه بالامازيغية نون لقاي بروشات ولا سوات واخا الا وزار لو شاب فوزا دوموندي داغوزي ميم سي بلو قال لكم لقاي برشو واخا كاين الشتاء وتنقولوا هذا المثال فشي واحد خصو ينفذ الأوامر بشكل حرفي.